لوك حلاق في حي فرانكوفوني بمونريال. منذ 3 أشهر يدور الحديث حول نفس الموضوع في صالونه. الحركة الطلابية ضد مشروع الحكومة لزيادة الرسوم الجامعية ب 200 يورو سنويا خلال 7 سنوات، فقط 200 يورو وفقا للوك. جميع هؤلاء الأشخاص يملكون هواتف محمولة. بعد نهاية المظاهرة يتوجهون إلى الحانات لشرب الجيعة، وبعضهم يدخنون الحشيشة. المجتمع بشكل عام سئم كثيرا، وأعتقد أن المتظاهرون أيضا سئموا كثيرا. باتريسيا ومايكل يعيشان في ضواحي مونريال. هما يعتبران أنه طبيعي أن يدفع الطلاب حصتهم، خصوصا وأن جامعة كيبيك هي أرخص الجامعات في أمريكا الشمالية. لا أعتقد أن زيادة الرسوم الدراسية تمنع الطلاب من الدراسة، ولا أعتقد أن دفع 300 دولار سنويا سيمنع الناس من الدخول إلى الجامعات. بفضل الرواتب التي سيتقاضونها لاحقا سيتمكنون من تسديد الديون التي تكبدوها. وحتى في وقتنا، أنا أنهيت الدراسة قبل 35 عاما، وأنا أيضا دخلت الجامعة ولكن استدنت. أعتقد أن ذلك طبيعي، من الطبيعي أن نستدين للحصول على راتب أفضل. كما صدر قانون خاص في 18 أيار مايو يلزم الطلاب بالإعلان عن مسار موكب الاحتجاجات 8 ساعات قبل انطلاقها تحت طائلة فرض غرامة ثقيلة، ما لم يفعله الطلاب. لكن شرطة مونريال ذكرت أنها ستتساهل مع التظاهرة طالما لم تحصل فيها أي أعمال شغب. ولكن بالنسبة لجوهان وهي فنانة، القانون متشدد كثيرا. القمع الذي طبقوه على هذه الحركة وهي شرعية، مع القمع الشديد الذي أرادوه، فإنه أظهر الكثير من الأشياء الأخرى، من بينها أننا لسنا في مجتمع حيث نريد حل نزاعاتنا بالعنف أو عن طريق القمع. بالنسبة لجوان، الصراع تجاوز قضية الرسوم الدراسية وتحول إلى صراع المجتمع ضد حكومة اليمين الوسط.